معلش انتوا جيتوا في الاخر، احنا ليه بنستغفر بعد كل صلاة؟ وهل هما 3 مرات بس ولا ممكن ازود مثلا يبقوا 10 20؟ بحر يحب الزيادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. ليه احنا بنستغفر بعد كل صلاة؟ وهل هي مشروطة بعدد معين ولا مفتوحة كده على الملأ، كل اللي عايز يستغفر العدد اللي هو عايزه ولا ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته ان هو بعد كل صلاة بيستغفر 3 مرات، بيقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ليه؟ كل انسان خطاء، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطاء، والانسان لا يخلو من السهو والنسيان ولا يخلو من وسوسة الشيطان. فبعد كل صلاة انت بتستغفر من اي سهو، من اي نسيان، من اي وسوسة للشيطان حصلت منك غصب عنك الصلاة دي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما علمنا اننا نستغفر بعد كل صلاة 3 شرطها بعدد 3 بس، يعني ما ينفعش تيجي بعد انت السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وتعيد وتيجي تتكلم يقولك ايه، هو انت هتمنعنا استغفر ربنا؟ يا سيدي لا، مش كده الفكرة كلها، ان كل فعل النبي صلى الله عليه وسلم عمله اشترط بعدد معين في وقت معين، ما ينفعش انت تجود فيه، ما ينفعش انت تقول لي هقرأ زيادة، هقول زيادة، ازود، انا هعلي عن النبي يا عم، في حاجة؟ لا طبعا، بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فما ينفعش تزود اكتر من 3، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام، وتقول باقي اذكارك اللي بعد الصلاة اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا اياها. وان شاء الله بإذن الله هنعمل فيديو لكل ذكر لوحده بإذن الله علشان نذكر بعض بيهم. الله المستعان. بعد ما تقول الأذكار اللي هي مشروطة بوقت معين وبعدد معين، يا سيدي استغفر زي ما انت عايز. يعني مثلا صليت واستغفرت 3 وقلت أذكار الصلاة اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمها لك، استغفر يا سيدي ان شاء الله 1000 مرة، تمام؟ فما حبكش ان انت بعد ما تسلم من الصلاة تستغفر 10 او 20 مرة، لا يا حدق، هما 3 بس، زي ما حبيبك وسيدك النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده. فما ينفعش انت تعلي عليه، لان مفيش حد هيعرف يعلي على النبي، كل اللي هيعلي هترد في صدره توقعه فين، والعياذ بالله في نار جهنم. كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة وصاحبها في النار، نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم أمين. أحبكم في الله، اوعى تنسى وردك اليومي من القرآن الكريم، اوعى تنسى قيام الليل كل يوم ولو ركعة واحدة بس قبل ما تنام، اوعى تنسى صيام 2 وخميس من كل أسبوع اقتداء بحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. أشوفكم إن شاء الله بكرة فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.